نادر بن طالب، عمري 26 سنة، أصيل منطقة بني خلات، عندي دبلوم في اختصاص التنشيط من مدرسة المرادي السياحية، توا نخدم ريسبونسابل دانيماسيون في المرادي جربة منزل. أنا وصلت في القراية نيفو بكالوريا أداب، بعد بقيت بطال ما لقيتش حتى حل، خيرت باش نمشي نشوف خدمة في ميدان السياحة. قريت معاهم، عملت دي ستاج، ومن بعدها بقيت بطال شهرين. بعد ديريكت عيطولي، بديت نخدم معاهم اون طونك أنا ستاجير بريود 3 شهور، ومن بعد عملوا لي كونترا، بقيت نخدم سو كونترا بريود 2 زون. سويفون لي سيمينار اللي معناها اللي قاعدين يسيروا شاك اني معناها بريود فيفري، هم معنا بسيمينار انيماتور سبورتيف، بعد عملنا سيمينار نتاع دي دانسور، وانا تو لهنا وصلت معنا في الخدمه هذه ريسبونسابل دانيماسيون من تيتر لتيتر، وصل الحمد لله معنا من عام ونص. فيما يخص الانيماتور اللي هو المنشط السياحي، هو باش يقوم بحاجه اللي هي باش يضحك العباد، باش يفرهد عليهم، يلزمني يكون انسان اورجانيزاتور مع العباد مع ليكيب اللي تخدم فيها. طموحي انا في الميدان التنشيط بحكم اللي انا ريسبونسابل دانيماسيون، نجم نكون من بعد ان شيف دانيماسيون دي بليزيور اوتيل، من بعد كاش نجم توصل ان ديريكتور دانيماسيون دو توت لا شين.